والآن مع شكرا. كلمة الكابتن محمود الخطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أرحب بجميع السادة الحضور وجميع المشاهدين والمتابعين لهذا الحدث الكبير. الحمد لله رب العالمين، احنا في لحظة ومناسبة تاريخية يجب أن يفخر بها كل أهلاوي. النادي الأهلي النهاردة على أرض الصعيد الطيبة، أرض الحضارة، أرض الحضارة والتاريخ، أرض أهلنا أجدادنا وإخواتنا وأبنائنا وأحفادنا في مدينة الأقصر الجميلة. وزي ما هي عادة النادي الأهلي دايما أن يكون الرائد والسباق وصاحب رسالة، صاحب رسالة وطنية، وده دوره على مدار التاريخ، أن يشارك في دفع عجلة التنمية والتعمير التي تشهدها بلدنا الحبيبة في كل المجالات بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلفه مؤسسات الوطن لوضع مصر في المكانة التي تستحقها. يمكن هنا أحب أن نحكي لحضراتكم عن كيف جاءت فكرة أهل الأقصر. في البداية اتصل بي صديقنا نائب الأقصر أستاذ أحمد إدريس وعايز يعرض عليا فكرة، والحقيقة استقبلته في النادي وشرفنا في النادي، وكانت الفكرة إن في نادي مميز في مدينة طيبة في الأقصر، ليه النادي الأهلي ما يستغلش هذا الأمر؟ فأنا بشكره جدا على اهتمامه ببلده واهتمامه طبعا بالنادي الأهلي. كمان في نفس اللحظة لقيت شركة استادات الوطنية الحقيقة بتقول لي نفس الموضوع بس كمان بقى بشيء أكبر شوية، وهي وحدة الأهلي الاقتصادية. مش بس يكون استاد أهل الأقصر، لا، وكمان استاد الأهلي والسلام، وكمان مجمع حمام السباحة، وكمان تطوير قناة الأهلي. مجموعة كبيرة، أعتقد إن كان هناك نقاشات طويلة وقعدنا مع بعض كتير مع قيادات شركة استادات، إن أنا بشكرهم كلهم حقيقة على مدى عمق رؤيتهم وأفكارهم تجاه كيفية إسعاد يعني الجميع أو إسعاد الجماهير الرياضية في كل المحافظات. ويمكن الحمد لله بدأ اللعب فعلا في استاد الأهلي والسلام، وإنشاء يعني إن شاء الله يعني يستكمل بعض الحاجات الصغيرة اللي احنا لازم هنتكلم مع بعض فيها بإذن الله. تبقى حاجات بسيطة في استاد الأهلي والسلام عشان تكون الصورة كاملة بإذن الله. وكم تم تطوير القناة أعتقد على أحدث يعني اللي انتم شايفينه، يعني حاجة فعلا نفخر بها جميعا يعني. ونأمل الحقيقة أن يعجلوا بافتتاح مجمع حمام السباحة بإذن الله قريب إن شاء الله. والنهاردة بنفتتح أهلي الأقصر. مجلس إدارة النادي الأهلي والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في النادي وأنا معهم، إحنا سعداء جدا جدا بوجودنا النهاردة على أرض جنوب مصر لنساهم في رعاية النشأ والتواصل الاجتماعي والثقافي وفتح آفاق جديدة للشباب. ويمكن ده الدور الكبير اللي دكتور أشرف صبحي مهتم بيه جدا جدا يعني. وعلى فكرة الصعيد قدم لمصر مواهب كثيرة جدا في جافة المجالات، مش بس الرياضة، في الثقافة وفي الشعر وفي حاجات كتير جدا. وهنا يجب ان احنا نهتم جميعا باهل الصعيد اهلنا. ويمكن عايز اقول هنا برضو في حاجه مهمه جدا،
ان الاقصر ان شاء الله دي بدايه وليست نهايه. النادي الاهلي نسعى، مجلس ادارته نسعى ان يساهم الاهلي في اتاحه فرص اكثر لمواهب الصعيد ان شاء الله في الاوقات القادمه باذن الله. وان شاء الله احنا مستمرين في اداء رسالتنا ودورنا المجتمعي تجاه بلدنا، ومستمرين ايضا في التعاون مع كل الشركات الوطنيه المصريه. مبروك اهل الاقصر، وكل الشكر والتقدير لجماهيرنا واعضاء النادي الاهلي لدعمهم المستمر ليبقى ويستمر دائما الاهلي تاريخ مبادئ تطوير. ومن هنا بشكركم جميعا مرة تانية، بشكر جميع الحضور، بشكر كل من ساهم في هذا الأمر، وعلى بركة الله نفتتح أهل الأقصر. والسلام عليكم ورحمة الله.